بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار. وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وكنا يوم السبت الماضي تكلمنا على جزء كبير من باب الذكر، والذكر اختصارا هو أول الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق إلى الله. فذكر الله هو كل الطريق الحقيقة، ولا ذكر الله أكبر. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت غيره فاذكر ربك، وإذا نسيت نفسك فاذكر ربك، وإذا نسيت ذكرك فاذكر ربك، حتى ترتقي فتغيب عن كل شيء سوى المذكور، فيكون الذكر الحقيقي هو ذكر الله لك بذكرك إياه، هو الذكر الحقيقي. ولذا ترتقي من مراحل الإسلام بالالتزام بالذكر اللساني، إلى الإيمان بالالتزام بالذكر القلبي، إلى الإحسان بمشاهدة الحقيقة وهي ذكر الله لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا جميعا. وقفنا عند قول المصنف: وسمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله ينشد لبعضهم: وما إن ذكرتك إلا هم يذكرني قلبي وسري وروحي عند ذكراك. وما إن ذكرتك، أي يا الله، إلا هم قلبي وسري وروحي يذكرني، أي يمنعني عند ذكراك، حتى كأن رقيبا منك يهتف بي إياك، ويحك والتذكار إياك، أي كأنه يستشعر أنه أحقر من أن يذكر مولاه، يستشعر أنه أحقر من أن يذكر مولاه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى بك رحيم ما سمح لك أن تذكره، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى من أن يذكره مثلك أيها الضعيف، ولولا نسبتك إليه ما كنت أهلا لذكره. ولذا يقول: ما إن ذكرتك إلا هم يزجرني قلبي وسري وروحي عند ذكراك، حتى كأن رقيبا منك يهتف بي إياك، ويحك والتذكار إياك. ومن خصائص الذكر أنه جعل في مقابلته الذكر، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي خبر أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: أعطيت أمتك ما أعطيت أمتك ما لم أعطي أمة من الأمم. فقال: وما ذاك يا جبريل؟ فقال: قوله تعالى فاذكروني أذكركم، لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة. قيل: إن الملك يستأمر الذاكرة في قبض روحي، يعني لجلالة قدر الذاكر الله سبحانه وتعالى يخصه بهذا الأمر، يستأمر يعني يستأذنه، لأن الملك ملك الموت يفعل ما أمر، لكن مع الذاكر يستأذنه، يعني يترفق به، يعني معناه يترفق به، يعامله معاملة خاصة لأنه من
أولياء الله، لأن منشور الولاية هو الذكر، علامة الولاية هو الذكر، لا تجد ولي إلا ذكر. وفي بعض الكتب أن موسى عليه السلام قال يا رب أين تسكن، فأوحى الله تعالى إليه في قلب عبدي المؤمن، ومعناه سكون الذكر في القلب، فإن الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول، وإنما هو إثبات ذكر وتحصيل. لأن احنا قايلين إن أي كلمة سواء كانت ظرف أو فعل أو شيء من هذا له معنى يليق بالمخلوق، إذا أطلق على الله لابد أن ينصرف عن معناه الذي يليق بالمخلوق إلى معنى يليق بالخالق سبحانه وتعالى. فإن لم تدرك هذا المعنى ففوض، يبقى المفوضة، وإن أدركته فأول، تأويل يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتكون من المؤولة. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإذا قلت مثلا رأى سيدنا محمد ربه عند سدرة المنتهى، جملة يفهم منها إيه الموحد اللي فاهم جلالة ربه؟ إن ربنا عند سدرة المنتهى، ولا يفهم إن سيدنا محمد كان عند سدرة المنتهى حال رؤيته ربه؟ لأن المكان يحتاج إلى مكين، مكين يعني متمكن في المكان، والله سبحانه وتعالى كان قبل المكان. فلما نقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عند سدرة المنتهى، فعند سدرة المنتهى ده مكان، يبقى يليق بسيدنا محمد، يبقى هو سيدنا محمد اللي كان عند سدرة المنتهى حال رؤية رب. مش تفهم ان ربنا هو اللي عند سدرة المنتهى، افهم زي ما تقول رأيت القمر فوق سطح البيت، يعني مين اللي كان فوق سطح البيت، القمر ولا انت؟ رأيت القمر فوق سطح البيت، يبقى القمر قاعد فين، فوق سطح البيت ولا انت اللي فوق سطح البيت؟ اعدل المخ، اعدل مخك، لان في ناس ضلت ضلال كبير في مثل هذه الامور، وعبدوا الله على انه جسم وانه حل في المكان وانه وانه وانه، وادعوا ان بعض الصوفية قالوا ذلك. نعم بعض دراويش الصوفية قالوا مثل هذا الكلام الموحي، ولكن هؤلاء كانوا جهلة في الصوفية، لم يحسنوا التعبير، ولكن انظر الى كلام علماء الصوفية. فاذا كان في الصوفية جهلة قالوا بمثل هذا، فمن اعترض على الصوفية في منهم اجهل قالوا اشد من هذا، فنسأل الله السلام. ماشي كده لما يجي يقول لك هنا، بيقول لك منزه سبحانه عن كل سكون وحلول، تظن انه مسألة ظرف ومظروف، لا، الله منزه عن مثل هذه الاشياء، وانما هو اثبات ذكر وتحصيل. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت فارسا يقول، سمعت الثوري يقول، سمعت ذنون وقد سألته عن الذكر فقال هو غيبة الذاكر عن الذكر. يبقى دي درجة من درجات الذكر، أن تغيب عن سوى المذكور. في الأول تذكره بنفسك، يعني نفسك موجودة، وتحاول أن تستحضر قلبك فيه، يعني في محاولة جهد، يعني لك أنت وجود وفي فعلك له وجود. ثم بعد ذلك تنسى، فتنسى سوى المذكور إلا نفسك لأنك بتقاومها وهي تذكر. ثم بعد ذلك تنسى حتى نفسك، واذكر ربك إذا نسيت، نسيت غيره أو نسيت نفسك أو نسيت ذكره بذكره، حتى لا تنشغل بالذكر عن المذكور وبالعبادة عن المعبود. فكل دي درجات الذكر. فهو يكلمك هنا على معنى من معاني درجات الذكر، فيقول هو غيبة الذاكر عن الذكر، يعني لا ترى أنك فاعل مع الله، لا ترى أنك ذاكر، بل ترى أن الله هو الذي ذكر على لسانك فتستشعر كمال المنة. هذه معنى غيبة الذاكر عن ذكره، عن ذكره أي بنفسه، بل يستشعر أن الله هو الذي ذكر ووفقه لذلك. هذا هو المراد، وهي درجة من درجات الذكر الراقية العالية التي يرتقي إليها الذاكر بعد كثرة مجاهدة. ثم أنشأ يقول لا لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يجري لساني، يعني ده لساني تعود على ذكرك، مش لأني أنا بنساك، لكن ده هو تعتاد، لساني صار فيه سجية، اللي هو بيقولها باللغة بتاعتنا اللي قلتها لك قبل كده، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، نفس المعنى، ولكن هنا باللغة شوية عامية وهنا بلغة شوية فصحى.
لكن هو نفس المعنى، يعني صار الذكر عند الذاكر سجية، فلو حاول يغفل لا يستطيع أن يغفل عن ربه، لا يستطيع من شدة حضور الله فيه. فيه هنا مش بمعنى برضو فيه حلول، لأن فيه ظرف ومضروب، لازم تفهم ان فيه هنا بمعنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. فيه مش معنى ظرف ومظروف، مش معنى ظرف حل بانها تتكلم على الله ولا ليس كمثله شيء، يبقى لازم افهم وهو الذي في السماء امره وفي الارض حكمه واضحة، لانه منزه عن سماء وارض سبحانه وتعالى، كان قبل السماء والارض. أين هو وهو واسع كريم بكل شيء محيط؟ تظن أنه يحل في الأشياء وهو بكل شيء محيط؟ كيف تظن ذلك أيها المجنون؟ اللي يظن هذا مجنون، يبقى مش متصور أن الله أكبر، مش متصور أن الله بكل شيء محيط، مش متصور أصلا أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش ده مخلوق من مخلوقات الله، محمول بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى، مستغن هو عنه. فكل الحاجات دي تدل على أن الذي يفهم مثل هذه المعاني إنسان لا يفهم صفات الله عز وجل ولا يقدر لا حق قدره. وقال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي: يا عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ وقال أبو سليمان الداراني: إن في الجنة قيعانا، فإذا أخذ الذاكر في الذكر. القيعان هي الأرض الصالحة للزراعة، يعني الأرض المستوية الصالحة للزرع. إن في الجنة قيعانا، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فيها، فربما يقف بعض الملائكة فيقال له: لما وقفت؟ فيقول: فتر صاحبي. يعني تبطل الملائكة تزرع أول ما تفتر أنت وإيه وتترك الذكر. وقال الحسن، سيدنا الحسن البصري: إذا أطلق يبقى الحسن البصري، تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، يعني ابحثوا عن الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وقال حامل الأسود: كنت مع إبراهيم الخواص في سفر، فجئنا إلى موضع فيه حيات كثيرة، فوضع ركوته وجلس. تملي كانوا بيسافروا كتير من الصوفية، كان باستمرار يبقى معاه كوز كده او جردل وابرة خيط، ابرة وبكرة خيط، دي اساسيات الاحتياجات المسافر المسلم. ليه الركوة دي؟ اداله ده يساعده ان هو ما يحتاج يتوضى في اي وقت، يملى مية ويتوضى لانه محتاج الوضوء. والخيط والابرة عشان لو تخرق ثوبه يقدر يستر عورته وإيه ويخيط ثوبه فوق عورته حتى يستطيع أن يصلي، يبقى كل همه هي صلاح عبادته. فبيقول كان مسافر مرة مع سيدنا إبراهيم الخواص، فوضع ركوته وجلس. الركوة اللي هي الحاجة اللي كان بيتوضى بيها، يعني الإناء اللي بيشيله معاه، سميه أنت جردل، سميه كوز، سميه زي ما تسميه، أروانة، سميه زي ما تسميه. وجلست، فلما كان برد الليل وبرد الهواء خرجت الحيات، الحيات اللي هي نوع من التعابين يعني. فصحت بالشيخ، قال له: الحق تعابين، الشيخ تعبان من السفر. قال له: اذكر الله وكمل نوم، ما تقلقش، يعني اذكر الله بس وكمل هو نوم. فقال: اذكر الله، فذكرت فرجعت، ثم عادت فصحت به فقال مثل ذلك، فلم ازل الى الصباح بمثل تلك الحالة. فلما اصبحنا قام ومشى، ومشيت معه، فسقطت من وطائه حية عظيمة قد تطوقت به، يعني من وسط تحت غطاء لقى حية لفت حوالين رقبة الشيخ. فقلت: ما أحسست بها؟ فقال: لا، منذ زمان ما بت ليلة أطيب من البارحة، أحلى نوم. دليل أنه أنسه بربه، دليل أنه في حال غياب عما سوى المذكور، يعني بيوريك حال
بعض الناس الذين وصلوا الى حال الغياب عما سوى المذكور، فصارت الاكوان لا يستشعروا بها، لا يشعروا بالكون اصلا حوله، لا يشعر ما فيه. فاذا كان فيه مؤذي لا يشعر باذى، واذا كان فيه مفرح لا يشعر بفرح، لانه غائب عما سوى المذكور. قال ابو عثمان: من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم انس الذكر. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله الزبياني يقول، سمعت الجريري يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري يقول، مكتوب في بعض الكتب التي انزلها الله تعالى: اذا كان الغالب على عبدي ذكري عشقني وعشقته. والعشق هنا لما ينسب الى الله يبقى بمعنى غير معنى لما ينسب للعبد. يبقى العشق من الله معناه دوام المودة، دوام التوفيق، دوام الثواب. ومن العبد معنى الميل القلبي، مش كده برضو؟ يبقى اللفظ واحد، ولكن له معنى اذا نسب الى الله يليق بالله، ولو معنى اذا نسب للعبد يليق بالعبد. يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. يبقى لما ينسب المكر الى الله له معنى، غير اما ينسب المكر للعبد له معنى. اذا نسب للعبد يليق بخسته، واذا نسب الى الله يليق بقدره سبحانه وتعالى وحكمته. وبإسناده أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: بي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وقال الثوري: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف بالله انقطاع عن الذكر. يعني أول ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به العارف أو الولي أنه يمنعه، يحول بينه وبين ذكره. دي أول حرمان، أول خطوة في الحرمان. كان ليه اوراد تلاقيها بقت ثقيله عليه، مش عارف يعملها زي الاول. كان نشيط في قيام الليل يبقى كسلان. كان مواظب على الصلوات في مواعيدها، تلاقيه بقت تفوته تكبيره الاحرام، بعد كده الركعه الاولى، بعد كده يفوت كل الصلاه ويصلي في الوقت اداء، بعد كده يفوت الوقت ويبقى قضاء، وهكذا. كان الاول يختم القران كل يومين كل ثلاثه سهله عليه كده، بعد كده بقى مش عارف يختمه ولو كل شهر ولو كل شهر. ادي الحقوق، مع ان اموره الحياتيه الثانيه ماشيه. فدي اول حرمان. لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف بالله انقطاع عن الذكر. وفي الانجيل: اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب، وارض بنصرتي لك فان نصرتي لك خير لك من نصرتك لنفسك. يعني لما تغضب ما تنتقمش، اعرف ان ربنا هو المنتقم، الله هو المطلع. فوض امرك لربك واذكر ربك، اتركه هو الذي ينتصر لك. فإذا ذكرته حين غضبك يهدأ الغضب، يهدأ ثورة الغضب، ويحل محلها الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحل محلها على طول كده. إنما لما تنسى لا، عايز تنتقم، عايز تتشفى، عايز تسيح دم اللي قدامك، عايز تاخد حقك بإيدي. هو احنا هفية ولا إيه؟ مش الناس يقولوا كده؟ لا، في رب سبحانه وتعالى: ولا يزيد عفو العافي عن الظالم الا عزا. ربك سبحانه وتعالى هو المنتقم الجبار. ده لما بتترك الظالم لربه هو ده اشد انتقام، لان الله سبحانه وتعالى لا يفلته ابدا. ولكن انت لو حاولت تمسكه يمكن يفلت من ايدك، لكن اتركه لمن لا يفلته ابدا. وقيل لراهب: أأنت صائم؟ فقال: صائم بذكره. فإذا ذكرت غيره أفطرت. يعني صائم عن ذكر غيره، أي ممتنع عن ذكر غيره، فإفطاري هو ذكر غير الله. وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان سرع، كما يسرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنس. وده يبين لك ان الذاكر في حرز منيع، في حرز منيع، بحيث ان حتى الشياطين تخافه كما يخاف الجاهل من ايه؟ من الشيطان او من العفريت او من الجن. وقال سهل: ما اعرف معصية اقبح من نسيان الرب تعالى. وقيل: الذكر الخفي لا يرفعه الملك، لانه لا اطلاع له عليه، اللي هو الذكر القلبي يعني، فهو سر بين العبد وبين الله عز وجل. وقال بعضهم:
وصف لي ذاكر في أجمع، في أجمع، فأتيته يعني في مكان كده إيه اللي هو يعني زي في غابة يعني. فبينما هو جالس إذا سبع عظيم ضربه ضربة واستلب منه قطعة، فغشي عليه وعليه وهو قاعد معاه، بس لا سبع طلع وراح عبده واخد حته من اللحم وجري ده. قام الراجل اغمى عليه من شده الالم وفاء. فلما افاق قلت ما هذا؟ فقال قيض الله هذا السبع علي، فكلما دخلتني فتره عضني عضه كما رايت. يبقى ربنا مسلط عليه سبع من سباع عشان ينبهه باستمرار الى ذكره. ودي حالات بعض اهل الخصوص. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت الحسين بن يحيى يقول، سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت الجريري يقول، كان من بين أصحابنا رجل يكثر أن يقول الله الله الله. وقلنا أن الذكر بالاسم المفرد جائز مطلقا عند طائفة كبيرة من علماء المسلمين، وهي المدرسة الشاذلية أخذت بهذا المذهب، ومكروه مطلقا عند طائفة أخرى، وتوقفت طائفة ثالثة، ونشأ في العصر الحديث مذهب رابع وهو التحريم مطلقا والتبديع مطلقا عند الوهابية. يبدعون وإيه؟ ويحرمون مطلقا. يبقى بقى أصبح أربعة مذاهب. زمان قبل الوهابية كانوا ثلاث مذاهب بس، مذهب الذكر بالاسم المفرد الكراهة مطلقا أو الإباحة مطلقا المذهب الثاني، والمذهب الثالث توقف لتساوي الدليلين عنده. ونشأ بعد ذلك مع مذهب الوهابية ايه انه حرام مطلقا، بل هو بدعة، بل هو ضلالة، بل هو في النار. ثم يصعدون الامر الى هذه الدرجة، يبدأ الاول انه بدعة، ثم بعد ذلك يصير ضلالة، ثم بعد ذلك يصير من امور الاصول في العقيدة، ثم بعد ذلك يكفر، ثم بعد ذلك يبقى في النار. يخلط بين الاصول وبين الفروع وبين الخلاف الفقهي وبين الخلاف العقائدي، لانهم عوام، عوام لم يدرسوا الاصول عشان يصنفوا اي خلاف يحطوا تحت اي بند، فمش قادر. فهو عنده اي حاجه، لدرجه حتى لما تيجي تحتفل بالمولد النبوي ولو بصوره صحيحه تجلس في المسجد تجمع الناس تصلي على النبي وتقول لهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجه وحشه دي. لا، يقول لك الاحتفال بالمولد النبوي ولو باي صوره في شهر ربيع بدعة، وبقى شوية ضلالة، وبقى شوية في النار. يعني صعد الأمور. كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. كلام النبي الضابط هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لستنا عائشة كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل ما هو ليس من دين الله اي مخالف لدين الله فهو رد. فالذكر مخالف لدين الله يبقى خلاص. طيب الفرح بالنبي مخالف لدين الله يبقى مفيش مانع. الاجتماع على ذكر النبي مخالف لدين الله مش مخالف لدين الله. النبي اجتمع واحتفل بمولده بالصورة دي، لم يجتمع، لكن هل الترك يدل على النهي؟ هل الترك يدل على النهي؟ لا يدل على النهي. بس هذه المسألة، ادي الضابط، ضوابط. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. يعني سنة حسنة يعني ايه؟ يعني امر يوافق الشرع الشريف لم يكن معمولا به في العصر الاول. ادي السنة الحسنة، امر يوافق الشرع الشريف لم يكن معمولا به في العصر الاول، دي السنة الحسنة. ومن سن سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها واجر من عمل بها. يعني من ابتدع امرا يخالف الشرع الشريف يبقى عليه وزرها واجر من عمل بها. هي دي الضوابط. ترجع للشرع، هل هذا الامر المستحدث يندرج تحت اصل من اصول الشرع؟ اذا اندرج تحت اصل مباح فهو مباح، تحت اصل مستحب فهو مستحب، تحت اصل واجب فهو واجب، تحت اصل مكروه فهو مكروه، تحت اصل حرام فهو حرام، تحت اصل في الكفر يبقى كفر. بس فهي اي امر كده تبتدي تدرسه من هذه الجهات. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان جهرا للمؤذن على المناره، نيجي نصنفها بالطريقه دي بفكر بقى رائع، ولا ما بقى تتكلم نشوف هل الصلاه على النبي وردت الامر بها
ورد الامر بها مطلقا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل ورد الامر بها بعد الاذان خصوصا؟ ورد الامر بها بعد الاذان خصوصا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يبقى هذا الامر ليس مستحدثا بل هو داخل في الشرع الشريف. ما الجديد فيه؟ هو جهر المؤذن بالصلاة على النبي بعد الاذان. فهل ورد نهي عن الجهر بالصلاة على النبي؟ هل ورد نهي؟ لم يرد نهي. يبقى هو ان بين الاباحة وبين مخالفة الهيئة، مخالفة هيئة الاذان الاول، فاذا خالف الهيئة يكون كراهة خفيفة، فهو بين الكراهة الخفيفة لمخالفة الهيئة او بين الاباحة. لكن شوف التانيين في الموال ازاي، ضلالة وفي النار ويوعى وتعمل، لدرجة ان سمعت شيخي قال لي انه كان بيصلي في احد مساجدهم في الاربعينيات من القرن الماضي، وسمع واحد بيؤذن وبعد الاذان صلى على النبي، قال ايه شوف الكافر بهذا النص، ده اسمه كلام؟ يبقى هنا مش فاهم، ده مش مقصر حاجة، مش فاهم حاجة خالص. يبقى مخالفة الهيئة في امر ورد في الشرع اقصى ما تؤدي هي كراهة خفيفة، كمن يصلي مثلا وهو يضع يده وكذا، ولا يضع يده اليمنى على اليسرى على بطنه مثلا، دي اسمها مخالفة للهيئة. ثم الامام مالك اخذ بها في مذهبه مثلا، لكن عند الشافعية مخالفة للهيئة. لكن لو شاف مالك بيعمل كده يقول له انت ضل في النار، يصلي وراه عادي خالص بسيط، وصلاته صحيحة والكراهة فيها بسيطة لمخالفة هيئة في السنة، صح ولا لا؟ بس الحكاية. يبقى لما نيجي ندرس اي امر بهذه الصورة هتلاقي ان الامور اللي المسلمين قعدوا يحاربوا بعضهم عليها سنين طويلة امور ابسط مما كان الناس يتصوروا، وان اللي اختلقوا هذا الخلاف العميق في الامور البسيطة دول اعداء الاسلام، عشان يشغلونا في مناقشات ملهاش معنى ونضيع وقتنا في ملفات، هي دي المسألة. فاحنا لو ندرس الامور ببساطة وبهدوء، الذكر بالاسم المجرد هل ورد؟ هل ورد؟ ورد. سيدنا بلال قال احد 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 في عصر النبي، والنبي اقره، يبقى ورد الذكر باسم المجرد في عصر النبي، فعله الصحابي ولم ينهاه النبي، سنة مقررة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله, الله، هكذا بالتكرار. كويس، يبقى ورد اهو في السنة وفي القرآن بالإشارة، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يبقى جاء بالإشارة في القرآن وجاء بوضوح بالعمل في عصر النبي، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحديث من علامات الساعة. واضح سهلا. عشان كده لوجود هذه الأدلة من قالوا بالجواز مطلقا قالوا بها. كويس، اللي قالوا بالكراهة قالوا بالكراهة لسبب، خد بالك كراهة مش حرام، قالوا كراهة لأن الاسم المجرد في العرب يحتاج إلى خبر، ولا تستقيم جملة باسم مجرد. كويس، ده رأيهم، فهو كراهة لغوية من حيث اللغة لا من حيث الدليل الشرعي، ونحن لا نأخذ اللغة دليل إلا إذا غاب عندنا دليل في الشرع، وإذا دليلهم ضعيف. واضح، ونرد عليهم ونقول لهم كمان إن الله جملة مفيدة، اسم الله كده لوحده، الله كده جملة مفيدة، لأن الله مبتدأ لكل شيء وآخر لكل شيء، فهو أول كل شيء وخبر كل شيء، فمش محتاج عشان كده حاجة. ولأنك لو قلت إن الله يحتاج لخبر نسبت النقص إلى الاحتياج إلى الله، والله لا يحتاج لشيء، والسنة إن الله لا يحتاج لشيء مستغن عن كل شيء حتى بلفظه حتى بلفظه. ثم بعد ذلك إذا ذكرت بالاسم المجرد فأنت بتقدر خبر على حسب حال الذاكر، الله إذا كنت بتنظر لنعمة الرزق رزق، إذا كنت بتنظر بنعمة الوجود يبقى أوجدني، إذا كنت بتنظر بنعمة الهداية هداني، إذا تنظر لنعمة الذكر وفقني لذكره. كويس، إذا نظرت للأمر بالذكر أي أمرني بذكره، فأنت بتقدر الخبر زي ما تقدره حسب حال الذكر، أدي كل الحكاية. فالله يسكت والخبر مقدر معلوم، الحكاية سهلة. فهمت بقى المسألة مش بالصورة دي؟ النبي احتفل به، كان يصوم الاثنين والخميس، لكن ترك الاحتفال به مرة في العام لانشغال النبي بما هو اهم. النبي كان عنده مهمات كثيرة، والصحابة من بعد كانوا مشغولين بما هو اهم كثيرا،
وهو توطيد أركان الشريعة والدين وحفظ ونقل علم الدين وتدوين الكتب وتدوين سنة النبي وتدوين القرآن وتجيش الجيوش وفتح البلدان. وبعد كده جاء الاحتفال بمولد النبي بعدها 600 سنة لما استقر الناس وقعدوا يهديوا قالوا لا ده احنا نحتفل بقى بالنبي. وبعدين نشأ جهل الناس بسيرة النبي فأصبحت الناس محتاجين شهر في العام يعرفوا الناس بنبيه، لان طول السنة انت قاعد تعلم الناس ايه، تعلمه ازاي يتوضا وازاي يصوم وازاي يحج وازاي يبيع وازاي يشتري وازاي يقرأ القرآن وازاي يحسن المعاملة وازاي يتأدب مع الشرع الشريف، فينسى في وسط زحمة العام ده كله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكل هذا الخير. فبيجيبوا شهر في السنة يقعدوا يكلموا النبي الناس عن هذا النبي الكريم حتى يزداد تعلقهم به. ادي المسألة. فهي علشان كده الترك لا يدل على النهي، الترك لا يدل على النهي. بس كان من بين اصحابنا رجل يكثر ان يقول الله الله، فوقع يوما على رأسه جذع فانشق رأسه وسقط الدم فكتب على الارض الله الله. وانا شفت راجل في غيبوبة لا يدري بشيء، بيقرأ قرآن ويغلطش. فبسأل ولاده مين ده، قالوا له اصل الراجل ده كان طول عمره بيحفظ القرآن، لما دخل في غيبوبة شغال في القرآن ما يغلطش، تيجي الكلام ما يردش عليك تقرصه ما يتوجعش، يعني في غيبوبة غايب ولسانه شغال بالقرآن. يبقى ربنا بيمن على من شاء من عباده، واخد بالك؟ ان طالما انت مشغول بحاجة ربنا سبحانه وتعالى يحفرها فيك لدرجة ان كل كيانك وكل ذراتك تبقى هي هذا الشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بدوام ذكره. اليس الله منادى دون حرف النداء للقرب؟ نعم، ما انت ممكن تقول الله منادى وتقول اللهم بالنداء بحرف الميم بالنيابة عن يا الله، ممكن تقول يا الله الله اللهم، كل ده نداء صح. بس اما تستشعر انك بعيد تقول يا الله، لما تستشعر جلاله تقول اللهم، لما تستشعر دنوه وقربه وبطونه تقول الله، على حسب حالك بقى. مستشعر الجلال قول اللهم، مستشعر بعدك عنه وحجابك عنه فقول يا الله انقذنا بسبب بعدك وشهواتك وغفلاتك، استشعرت قربه وهو اقرب اليك منك تقول الله الله لانه اقرب من ان يحتاج الى النداء. فكل دي مشاعر عند الذاكرين. فاللي يقول كده صح واللي يقول كده صح واللي يقول كده صح، لا تعترض على ده ولا ده ولا ده، لان كل حسب استشعاره وحسب حاله مع رب. باب الفتوح. ايوه ما احنا قلنا الصوفية عندهم لما يقصدوا الذكر يقصدوا ذكر الله عند الصوفية. عند علماء الظاهر قالوا الذكر يدخل فيه ايضا جلسات العلم، كويس؟ يعني لان العلم ثمرته الذكر، فما يؤدي الى الذكر فهو ذكر، لان ثمرة العلم ايه؟ انت ما تقعد تدرس العلوم ثمرتها هي انك تعرف ربك، فاذا عرفت ربك ذكرت، مش كده برضو؟ فتلاقي ان الذاكر ده هو نهاية العالم. فهمت؟ يعني العلم الذي ينفع هو العلم الذي يعرفك بربك، فاذا عرفت الله غبت عن كل شيء سواه، فصرت ذاكرا بالمفهوم الحقيقي بقى، واخد بالك؟ فعلشان كده نقول ان ثمرة العلم الذكر، وثمرة العمل هي الذكر. العلم بلا عمل حج على الانسان، بل قلته احسن. ثمرة الذكر العلم الخشية الاول، قبل الذكر الخشية كمان لو عايز ترتيب زمني، وان كان الترتيب الزمني مش متبع في كل الناس، لان الله يجذب من يشاء، قد يختصر للناس، فقد يأخذ انسان حتى من حضيض الجهل الى الذكر مباشرة دون ان يمر بالعلم والخشية الى هذه الدرجة. لكن احنا بنتكلم الترتيب المنطقي العقلاني، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ممكن يفعل ما يشاء في عباده. الانسان يبدأ جاهل فيتعلم، يعرف ربه، يخشى ربه، يعمل بمقتضى علمه فيذكر ربه. يبقى شوف الذكر جاي فين،
عشان كده الصوفية قالوا ان طلب العلم ده بدايات في البدايات وحطوا الذكر في النهايات. يبقى طلب العلم في البدايات عشان تحسن الوضوء وتعرف ايه الماء اللي هتوضى بيه، تعرف النجاسات، تعرف ازاي تطهر ثوبك ومكانك عشان تبقى صلاتك صحيحة، تبقى عبادتك صحيحة، يبقى يصح قربك. ثم بعد ذلك تطلب علم العقائد عشان تزيل اي شبهة متعلقة بقلبك تجاه الله وتجاه انبيائه وتجاه ملائكته وقضائه وقدره وحكمه. فيبقى القلب نبث من النجاسات اللي هي الشبهات، والجسد والبدن نبث من الانجاس والاحداث الحسية. ثم بعد ذلك توجهت الى ربك بعد ذلك ذاكرا لله على كل حال. وادي المسألة. وعلشان كده احنا لما بنقول ان جلسات العلم مطلوبة وجلسات الذكر مطلوبة، لان لهذه ناس ودي ناس، دي لها ناس ودي لها ناس. في ناس انتهوا من طلب العلم كويس، صحيح لا نهاية لطلب العلم انا معاك من حيث العمق والتعمق فيه، لكن احنا بنتكلم على العلم الذي يوصلك الى معرفة ربك، فده سهل كل الناس بيستووا فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل مسجده وجد حلقتان، حلقة علم وحلقة ذكر، فجلس في حلقة العلم صلى الله عليه وسلم واقر حلقة الذكر على ما هي عليه، لم ينهى عنها. احنا فهمنا ايه؟ الجماعة التانيين اللي بيقول لك حلقة العلم افضل فهموا الحديث على ظاهره، ان النبي طالما جلس في حلقة العلم تبقى حلقة العلم افضل. الصوفية فهموا غير كده خالص، فهموا ان حلقة الذكر افضل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الحلقة اللي فيها بعض، لان النبي اراد ان ياخذ بايديهم حتى يرتقوا الى الذكر. والنبي والد، والوالد يجلس مع الضعيف مش يجلس مع القوم. دخل النبي وجد ناس تزرع وناس بتحصد، والنبي شافوك بامتي يقعد مع مين؟ مع اللي يزرع ولا اللي بيحصد؟ مع اللي بيزرع. فقعد مع الذكر، مع حلقه العلم اللي هم بيزرعوا، واخد بالك؟ وترك هؤلاء يعني يتنعموا، لأن الذكر نعمة بتتنعم بها بذكر المذكور، والتاني العلم بيكافح نفسه وبيجاهد لسه وبيتعب ويحاول وينسى ويذاكر تاني ويلاقي أمور غامضة ويسأل عنها وتتضح له بعد الشبه، وبعدين يحاول يبحث كيف يزيلها، ففي جهاد. فالنبي يقعد مع الضعيف. فهمت الصوفية فهموا الحديث ازاي؟ فهموا الحديث كده، إن حلقة الذكر أعلى، والنبي جلس مع حلقة العلم ليأخذ بيدها لتكون ذاكرة. بس حكاية سهل. لكن حتى على الفهم الاول لم ينهى حلقة الذكر، لكن شوف التانيين يخشوا لو حلقة ذكر في المسجد يقوموه ويكرشوكوا يقولوا لهم كده بدعة ضلالة، النبي لم يفعل ذلك. يبقى هم بلغوا، عملوا حاجة جديدة، دين جديد ما نعرفوش، ان هم فركشوا حلقات الذكر في المساجد، يقعدوا يذكروا في المساجد يقولوا لا روحوا. ليه؟ النبي ما عملش كده. طب والنبي نهى؟ النبي طرد حلقات الذكر؟ يبقى هم اونطجيه. فهمت ازاي وانتجية بقى ازاي؟ ادي المشكلة. لدرجة ان بعضهم يقول نقلا عن 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 عنهم، يعني انا لم اسمع هذا منهم، لكن واحد منهم قال لي كده، قال لي ان هم بيقولوا كده اللي هم اتباعه يعني ومشايخه، ان اللي قاعد على القهوة افضل من الذاكر في حلقة ذكر، لان اللي جالس على القهوة ما بيقولش ده دين، لكن اللي قاعد في حلقة ذكر بيقول ده دين، فيبقى ده اشد خطورة على الدين من اللي جالس على قهوة بيشرب شيشة. شوف قال كده بالظبط، يرضيك الكلام ده يعني؟ قالوها كده. فنسأل الله السلام. باب الفتوة. الفتوة هو إثار الغير على النفس، إثار الغير على النفس مطلقا ده اسمها فتوة، وهي درجات قد تؤثر غيرك بما زاد عن حاجتك، يبقى ده برضو حاجة كويس. لكن القوة الفتوة عند الصوفية أن تؤثره بما أنت محتاج إليه، مش بما زاد عن حاجاتك. فما زاد عن حاجاتك كل الناس تعملها، كل الناس تعملها، لكن الصوفي أقوى في المسألة دي. الصوفي فهمه في الفتوة اللي هو كان فيها مين؟ الأنصار كان يمثلوا أهل الفتوة الأول، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى الفتوة بدأت وظهرت في هذه الأمة، أمة النبي، في الأنصار أوضح ما تكون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس فتوة، حيث أنه لا ينشغل بنفسه قط في أي مرحلة من مراحل حياته صلى الله عليه وسلم،
حتى كلما تشتد الازمات كان يقول امتي امتي، مش كده برضو؟ ما قالش نفسي ابدا، حتى يوم القيامة الانبياء واولي العزم كلهم يقولوا نفسي نفسي، الا النبي ما زال في مقام الفتوة العالي يقول ايه؟ يقول انا لها انا لها، ولا يقول نفسي ابدا. النبي لم يقل نفسي ابدا، حتى ان ستنا فاطمة كانت تجيله بنته وكانت كان يحبها حب شديد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تحب نبينا حب شديد لدرجة من حبها لأبيها كان يقولوا عليها أم أبيها من شدة إيه حبها لأبيها، يعني كأنها مش حب بنت لأبيها ده كحب أم لابنها، فكان يقولوا عليها أم أبيها. ستنا فاطمة، ستنا فاطمة كان عندها 5 أولاد وكانت تطحن وتعمل وتخبز عندها مشاغل كتير، وسيدناها صغير راحت لنبينا صلى الله عليه وسلم علشان يديها خادم، وكان في الوقت ده بيوزع جايله غنائم وأسرى وعبيد وبيوزع صلى الله عليه وسلم أبوها، ودي أحب الناس إليه تديها خادم. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بنته، شوف بنته دي كان يديها أي واحد، إحنا لو واحد فينا نديها 10 نديها 100 ستنا فاطمة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألا أدلك على خير من ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، أو ألا دلها أنها تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 قبل نومه، خير من خادم. وقال لا أدع بيوت المسلمين في حاجة وأعطيك يا فاطمة. يبقى الكلام هنا فتوة، أهدي بقى اسمها الفتوة صحيح، هو ده الفتوة عند الصوفية اللي هي إيثار الغير على النفس، واخد بالك؟ وقد يكون الإيثار بالزائد في المحتاج إليه، بل إيثار الغير واخد بالك بالنفس، إيثار الغير حتى مش على النفس، لا بالنفس كمان جهادا واجتهادا، فده معنى الفتوة عند الصوفية. احنا نسميها الوقت ايه في لغتنا المصريين؟ شهامة. وعكسها ايه عند المصريين؟ ندالة. فهم؟ يعني المصريين يسموا الخدوم ده اللي يخدم الناس على طول وتلاقيه باستمرار في خدمة الناس، وكل ما تيجي تطلبه ما يعتذرش، وما تعرفش ان هو مثلا كان تعبان تيجي تقول له انا عايزك دلوقتي يجيلك، وبعد ما يجيلك ويقضي معاك طول اليوم تعرف انه كان مريض وجالك من سرير المرض، لكن هو ما اشعركش ان هو قام من سرير المرض من اجلك، لا يشعرك بهذا، يشعرك انه معاك على طول، فتعرف على طول انه شهم، تقول يا سلام ده راجل شهم، او شهم يعني فتوة عند الصوفية. فهمت بقى المسألة؟ هنقرا بقى باب الفتوة هيديك نماذج، نماذج للفتيان الاول. ايوه اتفضل. مرة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مالك لم اغن عنك من الله شيئا، مستمع انا سامع ده كله اللي بعد دي بقى مستمع. يا فاطمه اعمالي فلن اغني عنك من الله شيئا، ده لما بيدعوها للاسلام في الاول يا استاذ، ده لما بيدعوها في الاسلام الاول. يعني هل ليس هذا ينفي الفتوة مثلا؟ ينفي ايه؟ الفتوة الحديث ده يعني يا بني ده الاول لما قال له انذر عشيرتك الاقربين يا استاذ. نعم. يعني كانوا لسه هم على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينذر عشيرته الاقربين، ده في الاول خالص، فقال يا صفية عمة رسول الله اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا، اي الا اذا اسلمت. يا فاطمة اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا، اي الا اذا اسلمت وامنت. فلما امنت فقال صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سبب ونسب، ونزل القرآن وقال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. يبقى المسألة مختلفة، يبقى النسب ينفع مع الإيمان والنسب لا ينفع مع الكفر. فهذا أبو لهب وهو عم النبي نسبا لم ينتفع بالنبي بالرغم أنه كافر، لأنه كافر بالرغم أنه عم، مش كده برضه؟ وإن كان برضه انتفع بفرحه للنبي، يخفف عنه في النار كل يوم 2 كده يشرب شوية مية دونا عن أهل النار، عشان بس إيه أعتق ثويبة لما جاءته ببشارة ولادة النبي ففرح بولادته، فحتى برضه ايه فرحوا بالنبي ولو لحظه انتفع به وهو النار. فهمت المساله؟ يبقى الانتفاع بالنسب يتم عند الايمان. وعلشان كده انت لما تيجي تموت ان شاء الله كده بعد عمر طويل مع حسن الخاتمه كده هتبص تلاقي اذا كان ليك جد ولي ولا جد صحابي هتبقى معاه في الجنه. خدت بالك ازاي؟ على طول كده هتلحق بالاباء والاجداد على طول رحمه. والذين امنوا واتبعتهم دلوقتي. بس المهم نموت على الاسلام الاول، وبعد كده ربنا هيجيب الاول على الاخر يضم كله عشان يفرح الكل بالكل. فهمت ازاي؟ لان اجدادك ما انت هتدور في اعماق اجدادك يمكن تلاقي في اجدادك انبياء، ايه عرفك يعني؟
ما عرضت قضية على القاضي عياض وكان قاضي، واحد قال للواحد انت ابن 60 كلب، فتعرضت القضية على القاضي عياض، القاضي عياض ملك وعندهم سب النبي يقتل من سب النبي، واخد بالك دون استتابة، مش استنى اقول له توب، لا هيقتله هيقتله. فقال ده يعتبر سب للانبياء، قالوا له اللي قال انت ابن 60 كلب، قال احنا ايه ضمننا ان في نسبه في 60 جد يطلع نسب، انا ايه ضمني مش يطلع نسب في نسبه 60 جد يطلع نبي، فيبقى سب الانبياء ضمنا، فعملها قضية سب انبياء، كتب عليها كده قضية سب الانبياء لانها تضمن الانبياء في وسط النسب بتاعه، لما قال له انت 60 ابن 60، لان الانبياء موجودين في الامثال مش لهم ذرية، والذرية مستقرة، يعني انا الوقت بيني وبين سيدنا رسول الله في الاحاديث المتصلة بالاسانيد المتصلة قرأنا على مشايخنا كان بين 27 واسطة و26 واسطة و28 واسطة، يعني بحد اقصى 28 جد، يبقى بيني وبين النبي 28 جد بالاسانيد المتصلة، حدثني فلان عن فلان عن فلان لحد ما نوصل للنبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ازاي 28، يبقى اللي قال 60 ده راح فين؟ ده راح بعيد قوي، ده يمكن يوصل لسيدنا. الايمان ينفع النسب ينفع مع الايمان، لانه الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، فدل على ان النسب ينفعهم. طيب وفي آية تدل على أن النسب لا ينفع، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي بين المؤمنين والكفار، فإذا مات على الكفر نسب للمؤمنين ما ينتفعش، فإذا نفق في الصور فلا أنساب، يبقى الآية دي في الكفار التي تنفي الانتفاع بالنسب، والآية التي تثبت الانتفاع بالنسب في المؤمنين، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب. شوف النبي يقول سببي ونسبي ليه؟ عشان المنسب بالدم يعني بالصلب يطمئن، والمنسب بالروحانية والاتباع يطمئن، يبقى إلا سببي اللي هي أمته كلها، ونسبي اللي هم أهل بيته، يبقى كل هينضم للنبي على طول صلى الله عليه وسلم، الحكاية سهلة. نقرا الفتوة، اي تفضل. قال الله تعالى انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، سموا فتية، فتية ليه؟ لانهم يعني اثاروا الله حتى على بيوتهم وعلى اوطانهم وعلى ابائهم وعلى امهاتهم حتى وعلى انفسهم، خطروا بانفسهم، لان لو كان الحاكم عرف انهم ممكن هيقتلهم، يبقى اثاروا الله على كل شيء، يبقى دي الفتوه، اثار الله على كل شيء هي دي اصل الفتوه. فربنا قال عليهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الاستاذ اصل الفتوه ان يكون العبد ساعيا ابدا في امر غيره، يبقى اصل الفتوه ان الانسان يكون باستمرار بيقضي حاجة غيره، مشغول في حاجة غيره، وهو ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في حاجة أمته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عرض عليه لكل نبي دعوة مستجابة، يوم النبي يدخرها لمين؟ لأمته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الله تعالى في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه المسلم. ودي مجربينها والله، مجربينها، يعني أنا هقول لك حاجة بيني وبين نفسي، يعني انا انا جراح، شغلتي جراح، ربنا اقامني في الجراح، فساعات ابص الاقي يبقى عندي مصالح وعندي مواعيد عمليات في المستشفى المجاني، اروح ماجل المصلحه بتاعتي واروح اعمل عمليات العيانين، والله يوم اتنين الاقيها اتقبضت لوحدها، والله كده دي حقيقي، درجه ساعات العربيه بتاعتي تبقى فيها شويه عطل كده لكن ماشي، اروح يا اول لما اخلص طب العمليات النهارده، طب لما اخلص العياده، اخلص العياده والعمليات وارجع الاقيها اتصلحت لوحدها، العبره يعني والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي، مجربه والله مجربه في كل حاجه، لما تبقى عندك حاجه معصلبه كمان
افرض انت مقدم طلب ومش عايز يتمضي، شوف انت حاجة تعرف تقضيها لاخيك اعملها له، بص ازاي الطلب اتمضي ومش سهلة، لانك انت عامل ربك بس، عامل والله في عون العبد ما دام العبد في عون العبد، مجربة والله مئات المرات وجربها كده ولاحظها، واكيد بتحصل معاك بس انت ما بتاخدش بالك، ما بتربطش، اربط بس، الشطارة انك انت تربط ازاي ربك سبحانه وتعالى بيتعامل معاك بالمواقف، هو مش بيتعامل معاك بالالفاظ، انت مش نبي، مش هيكلمك هو، انت مش نبي، هو بيتعامل معاك بالمواقف بالحياة، لان الحياة دي هي فعل امر الله، مش كده برضو، هي فعل الله، هي الحياة دي، هي الحياة اللي انت هاته وخدته للنهار والعطاء والاحتكاك مع الناس، انت بتتعامل مع الله طول النهار بس انت مش واخد بالك، فيبقى حاول تقرا بقى واربط تقوم تعرف ربك بيديك جمل مفيده باستمرار كده وانت مش واخد بالك، مش عارف تقراها بس، فلازم تفك الخط، ما تبقاش امي في قراءه القضاء والقدر، لان في ناس اميين في قراءه القضاء والقدر، لكن لو قرا القضاء والقدر قراءه جيده يعرف على طول ان ربنا سبحانه وتعالى باستمرار بيكلمك ويرد عليك ويكلمك ويرد عليك على طول، يعني ال 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 الاسلاك متصله، ما تفتكرش انها مقطوعه، متصله ليل نهار، والمدد نازل ليل نهار على كل العباد، بس انت اقرا واسمع. اخبرنا به علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا به احمد بن عبيد قال حدثنا به اسماعيل بن الفضل قال حدثنا به يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا به ابن ابي حازم عن عبد الله بن عامر الاسلمي عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الله تعالى في حاجه العبد ما دام العبد في حاجه اخيه المسلم. اذا جاب لك الاسناد بعد ما ايه قال لك الحديث يعني. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول هذا الخلق لا يكون كماله الا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، خلق الفتوه يعني، فإن كل أحد في القيامة يقول نفسي نفسي، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي أمتي. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول سمعت الجنيدي يقول، الفرغاني دي بلد الوقت تبع أفغانستان في المنطقة دي، عشان كده ساعات يقول لك ايه امتد الاسلام من غانا الى فرغانا، غانا يعني في افريقيا، الى فرغانا يعني الى افغانستان، يعني ساعات يتقال كده يعني، لان الاسلام دخل في منطقة افغانستان وباكستان والحتة دي يعني يمكن في حوالي 13-14 هجرية 16 هجرية قديما، يعني قدم الاسلام في البلاد دي ما يقلش عن مصر، بلاد عريقة يعني في الاسلام. يقول سمعت الجنيدي يقول الفتوة بالشام واللسان بالعراق والصدق بخراسان، يعني معناها مش خاصة بالبلاد دي لكنها غالبة فيها، يعني الفتوة تجدها غالبا اهل الشهامة يعني والايثار تجدهم في الشام كثيرين، واللسان بالعراق اللي اهل البلاغة والفصاحة والشعر وعلم اللغة في العراق، والصدق بخراسان لان معظم الاولياء اللي انت قاعد تقرا فيهم هنا في الرساله الكشريه تلاقيهم من المنطقه دي. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول سمعت محمد بن نصر بن منصور الصائغ يقول سمعت محمد بن مردويه الصائغ يقول سمعت الفضيل يقول الفتوه الصفح عن عثرات الاخوان، لما تلاقي صديقك يغلط تصفح، مش تصفح وبس، ده انت تعرفه انك ما تعرفوش انك عرفت، شفت قد ايه كمان؟ يعني تحاول ما تعرفوش انك عرفت انه غلط كمان الى هذه الدرجه. مش بتوع اليومين دول يقول له ده انا ما اقصدش، لا تقصد. يا سيدي خلاص ده انا لا قلت، يا سيدي انا ما قلتش، لا قلت، انا سمعت. يا عم لا ما ينفعش، فين الفتوه بقى؟ فين الاخلاق الحلوه؟ فين قبول عذر المعتذر؟ فين سنه النبي في قبول عذر المعتذر؟ فين سنه النبي في الاعراض عما يسيئه؟ إذا رأى ما يسيء أعرض وأشاح، يعني كأنه ما شافوش. فين السنن دي؟ ولا سنة النبي بس تربي دقنه وتلبس لي جلابية بيضاء وخلاص؟ دي أسهل سنة في تطبيقها. لكن أصعب السنن هي سنن الأخلاق. التعاملات مع الناس هي دي أصعب سنن، ودي ثوابها أعلى. وهي دي الإسلام انتشر بيها.
الاسلام ما انتشرش باطلاق اللحية ولا لبس الثوب الابيض، لكن انتشر بالاخلاق والمعاملات الطيبة بين الناس في السوق وفي العمل وفي البيت ومع الناس وفي المسجد وفي الشارع، في كل المعاملات دي، دي اللي بتحبب الناس في الاسلام صح. من غير حتى معرفة العقيدة، دي حقيقة. وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول، سمعت محمد بن نصر بن منصور الصائغ يقول، سمعت محمد بن مرزوي الصائغ يقول، سمعت الفضيل يقول، الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وقيل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا عن غيرك، يعني ما تفتكرش نفسك انك انت يعني ليك فضل على حد او انك انت افضل من حد، لا ليك فضل على حد. قل ان الفضل كله، قل ان الامر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى الامر كله من الله. اذا جاء فضل على يديك فهو من الله الى الناس على يديك، اكرمك ان يكون على يديك فقط، لا لفضيلة فيك، ولكن اراد ان يظهر كرامتك فاستوجب ان تشكره لا ان تمن على الناس وتمتن عليه. الا ترى لنفسك فضلا عن غيرك. وقال ابو بكر الوراق، اصل ايه يعني انت افضل من غيرك في ايه؟ يعني انت عبد وده عبد، تراب وده تراب، ايه يعني ده عبد الله وده عبد الله؟ انتوا الاثنين موجودين في الدنيا وموجودين في عصر واحد وفي جيل واحد وفي بلد واحده ودوله واحده، يعني هتفضلوا على ايه يعني؟ يقول اصل انا بفهم. مين اللي فهمك؟ مش ربك؟ ولا دي ذاتيه فيك؟ انت تقول الحمد لله وتاخد بايده، فهمت المساله؟ انما ما تفتكرش انك انت فيك مزيه زائده عن ده، بل الحاجه الزائده هي من الله زينه ليك زينك بس، وممكن ينزعها في اي لحظه ويديها لغيرك. وقال ابو بكر الوراق، الفتى من لا خصم له. الفتى الحقيقي اللي هو متحقق بخلق الفتوه ما تلاقوش ليه خصوم، ليه؟ لانه لم ينازع الناس على دنياهم. طالما لا ينازع الناس على دنياهم يبقى ايه؟ ملوش خصوم، كله بيحبه، الحكومه بتحبه، والاخوان المسلمين بيحبوه، وحزب المعارضه بيحبه، وكلهم بيحبوه لانه لا يطلب سلطه. الله الله، تلاقيهم كلهم بيحبوه، امن الدوله بيحبه، والشرطه بتحبه، والصوفيه بيحبوه، والناس اللي في المسجد بيحبوه، وجيرانه بيحبوه. ليه؟ لانه بتاع ربنا. يقول لك الراجل ده بتاع ربنا ملوش دعوه بالدنيا. شفت ازاي؟ لا خصم له. انما خش كده واطلب الدنيا ولو بشعار بتطلبها لله، ولو بشعار بتطلبها لله هتجد في خصومه، هتحصل خصومه لازم، مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اذهب بما في يد الناس يحبك الناس. والامام الشافعي يقول ايه؟ ان تجتنبها كنت سلما لاهلها، الدنيا يعني، وان تكتذبها نهشتك كلابها، ينهشوك على طول، يقول لك عد قلبي ولا تعد رغيفي، مش كده برضه؟ رغيفي يعني دنيتي. فالوقت تاخد بالك، ادي الفتى صحيح، من لا خصم له. الله. ليه؟ لانه هدف الله سبحانه وتعالى، رضا الله عز وجل. طب يعني نترك الدنيا كده ما نعملش فيها تغيير؟ ما نغيرش؟ غير نفسك، ابدا بنفسك ثم بمن تؤول. وانا بقول لك ما تغيرش. هو انت عايز تغير المجتمع؟ انت واطي على المجتمع؟ انت غيرت نفسك اصلا؟ لما هتغير المجتمع غير نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابدا بنفسك ثم بمن تعود، ولا قال لك ابدا بالبرلمان؟ في حديث كده ابدا بالبرلمان؟ ما قريناهوش ده. لكن ابدا بنفسك ثم بمن تعود. كلما اتقنت تغييرك في نفسك على مقتضى شرع الله كلما ترقيت، فتزيد دايرتك، تزيد دايرتك اللي انت مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تتقن اكتر تلاقي دايرتك زادت، تتقن اكتر بقيت عمدة البلد، تتقن اكتر بقيت عضو مجلس نواب لوحدك، الناس هترشحك لوحدك. ده حتى لو انت ما رشحتش نفسك تيجي لك الناس تقول لك انت ليه ما بتنزلش عضو مجلس الشعب يا عم، احنا بنحبك قوي. لا انت لازم، امال مين اللي هيبقى هو عضو ويمثلنا؟ انت لازم اللي تمثلنا ويتحايلوا عليك، وهم اللي ينسقوا في الدعاية ليك، وانت ما تنسقش شيء. ليه؟ لانك نجحت في دائرتك، نجحت في دائرتك، غيرت نفسك على شرع الله، هي دي المسألة. انما قبل الانتخابات بشهر يواظب على الصلوات الخمسة في الجامع وصلاة الجمعة، ويدي درس بعد الجمعة، وبعدين اول ما ينجح ما حدش يشوفه، فص ملح وداك. هو ده اسمه كلام؟
وقال محمد ابن علي الترمذي الفتوة ان تكون خصما لربك على نفسك، يعني تيجي على نفسك من اجل ربك، يعني تجاهد نفسك من اجل رضا مولاك، لان النفس ليها شهوات وليها رغبات، وبتحول بينك وبين طاعة ربك، بتحول بينك وبين مراعاة الادب مع الله في كل نفس وفي كل حركة. فيبقى في الحالة دي لازم تبقى ايه، انت ضد نفسك من اجل ربك علشان تهذبها. الا من اتى الله بقلب سليم، هي دي المجاهدة، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هي دي الفتوة صحيح، انك انت تغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ويقال الفتى من لا يكون خصما لاحد، نفس المعنى. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول لانشغاله بعيوب نفسه، لانشغاله بمسؤولياته تجاه ربه، فمش فاضي يجاهد ده وينتقد ده ويكافح مع ده، هو مشغول بعيوب نفسه بانه عايز يفر الى ربه فيما وكله الله فيه، مش كده برضه؟ سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول سمعت النصر بذي يقول سمي اصحاب الكهف فتية لانهم امنوا بربهم بلا واسطة، يعني لم يرسل اليهم النبي، دول وصلوا الى الله بمحض فطرتهم، فوجدوا امهم على يعني الامة بتاعتهم كلها على ضلال، فقالوا لا ده احنا هنبعد بقى لحد ما ربنا كده يعني يتوفانا واحنا على هذا الايمان بالله، لم يعرفوا شرع معين، ده هم بس لقوا امهم على ضلال الامة بتاعتهم فتركوهم بلا واسطة. وقيل الفتى من كسر الصنم، قال الله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، وقال تعالى فجعلهم جذاذا، وصنم كل انسان نفسه، ده المعنى الاشاري بقى عند الصوفية، الصوفية لهم معاني اشارية من الايات غير لا يناقض المعنى الظاهر، لا هو يقر المعنى الظاهر اولا ثم بعد ذلك ياخد معنى اشاري اضافي، فهمت ازاي؟ فلا يناقض، علشان كده قال لك يبقى ايه، يبقى من هنا ان الانسان لو كسر صنم نفسه، يعني صنم شهواته رغباته كل ما يحول بينه وبين الوصول الى ربه، يبقى هذا الفتى صحيح الذي استطاع ان يصل الى الله. فمن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة، لان الهوى ممكن يبقى صنم من دون الله يعبد. ربك قال افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يبقى الهوى هو من لوحده ممكن يبقى صنم، كسر انت هواك ده زي ما سيدنا ابراهيم كسر الاصنام عشان يتقال عليك فتى صحيح، مش قالوا على سيدنا ابراهيم فتى انت كمان عشان تبقى فتى فتوة، مش فريد شوقي يقول لك فتوة الشاشة عشان بيضرب مش عارف الابطال ايه ويعمل ايه، لا ده تشويه للغة العربية وتشويه للمعاني الحلوة، يقول لك البطل اول ما تقول البطل دلوقتي يعني ايه البطل في السيما، يعني هيعمل هيقول لك طب الفيلم اسمه ايه، انما البطل عند العرب معناه الشجاع المغوار الذي حافظ على حق اهله وحق نفسه وعلى ديانته ودين اهله، هو ده البطل صحيح، فاهم؟ لكن دلوقتي البطل اصبح ايه اللي قايم بالفيلم بطولة فلان وعلان وعلانة وعلان والكلام ايه، فشوهوا حتى معاني اللغة عند الناس. وقال الحارث المحاسبي الفتوة ان تنصف ولا تنتصف، يا سلام، يعني الفتوة صحيح انك انت تعدل اذا امرت ان تعدل في الحكم، ولما تظلم ما تنتقمش لاخذ حقك، بل اترك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك حقك، يعني المسامحة، المسامحة مع الناس، هذه معناه لا تنتصف، يعني لا تطالب بانك تاخد حقك، لا تنازل، في حاجة اسمها تنازل يا اخي، ايه المشكلة؟ اخوك طمعان في فدان ارض زيادة في الارث، اخوك ابن امك وابوك طمعان طماع، وانت ربنا من عليك بالقناعة، تعرف تشتري القناعة دي انت؟ لو هو الطمع اللي في قلبه ده عايز يستبدله بقناعة، مال الارض ما يعرفش يجيب القناعة، يبقى انت ربنا اداك كنز في قلبك حرم منه اخوك، خلاص اديله الفدان، ليه؟ لا ده يتخانق معاه ويرفع عليه قضية ويقعدوا يتخانقوا ويورثوا العداء للأبناء من بعده، مفيش تسامح، مع إن اللي بيتسامح في الإرث ربنا بيغنيه على مال الرسول، يعني إحنا شفناها كده في الأسر المتتالية
وسمعت الكلام ده من ابويا من وانا طفل، وبعدين لما كبرت كده وعدت الاحظ في الاسر بتاعنا كل واحد خد اكتر من نصيبه تلاقيه هو اللي افتقر، وكل واحد تسامح هو اللي ربنا باركه. دي حقيقة، دي موجودة في كل الاسر، يعني حاجة كده يعني ما في يعني قاعدة لا تختل. يبقى الحكاية سهلة اهي، يبقى تسامح بقى، اتسامح بقى وسيبه. يقول لك لا اصل هو عايز ياخد الفدان اللي على الناصيه وهيسيب لي انا الفدان اللي بعيد عن المروه. ايه يعني ناصيه ومروه وكلام فاهم؟ ما ياخد عايز ياخد الشقه البحري ويسيب لي الشقه الابن. طب ما احمد ربنا انه هيسيب لك شقه اصلا، لو ياخدهم الاثنين ياخد وانت اطلع ربنا هيبارك لك، ربنا يعفي عاطي وهاب، ايه المشكله؟ لا يشتري العداء بشقه، يشتري العداء وقطيعة الرحم بشأن. طب انت ربنا نور بصيرتك وداك القناعة وفهمك صلة الرحم، فهمك معاني اخوك التاني غلبان، غلبان فعلا، الشيطان راكبه والدنيا عمياء ومش واخد باله من الحقائق اللي انت شايفها دي. خلاص بقى، خلاص بقى، سامحه بقى وسيبه بقى وقول ربنا يعافيه وتلهي، سيبه يتلهي، عظمة وعايزها ارميها له. ادي التسامح، ادي معناه لا ينتصر. يبقى هو لما يتحكم في امر يقول الايه؟ يقول العدل، يحكم بالعدل، ولما يجي عليه الامر يسامح. ادي الفتوة صح، الفتوة هي دي. لما تقعد تبص حواليك بقى كده كم واحد فتوة تعرفهم؟ تلاقيك نفسك ما تعرفش ولا واحد. ليه؟ لان بقوا نادرين، اللي الناس بالمعنى دول نادرين، واخد بالك؟ هو ده بقى الاسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي حياته كلها فتوة. اهل مكة تنكروا ليه؟ ساب لهم دار وبيت واهل وبلد واحب البلاد اليه ومشي، ولما فتحها ما قال لهمش ادوني حساباتي وادوني الارض بتاعتي وادوني الدار بتاعي اللي انا سبته، قال لهم حاجه؟ قال لهم ادوهاني علشان انا الدار بتاعي جنب الكعبه وهيتباع بالمتر، هيبقى بالشيء الفلاني، نعمله فندق كبير ونعمله تايم شير ونكسب من ورقه. ما قالش الكلام ده خالص، سابها لهم، اذهبوا فانتم الطلقاء، ورجع المدينه تاني بعد ما فتح مكه، رجع المدينه تاني، ما حاسبهمش على القديم. شفت التسامح؟ حياه النبي كلها كده، حياه النبي كلها كده، تسامح من اولها لاخرها صلى الله عليه وسلم. وبعدين بتدعي انك انت بتمشي على سنه النبي وتعادي الناس من اجل دنيا؟ تعادي الناس، والناس دول مين؟ تلاقي اقرب الناس اليك، تلاقي عمك، تلاقي اخوك، تلاقي اختك، تلاقي عمتك. ليه يا سيدي؟ روق دمك. هي دي الفتوة، ادي معنى كلام الشيخ لما بيقول لك تعريف الفتوة ان تنصف ولا تنتصف. شوف ولا تنتصف يعني ايه؟ يعني تسامح. وقال عمر بن عثمان المكي الفتوة حسن الخلق. هو ده الجماع ده، هو ده الجماع ده بتاع، يعني التانيين عرفوها من جوانب وده بيعرفها بجماعها، جماعها وحسن الخلق. حسن الخلق اللي هو ايه؟ هو النبي سلام. سلوك النبي، اعرف النبي بقى. عايز تعرف حسن الخلق؟ ادرس النبي كويس، ادرس النبي من جميع جوانبه، ذاتا وصفاتا وسلوكا صلى الله عليه وسلم. ذات النبي ايه؟ حقيقة النبي ايه؟ صورة النبي ايه؟ سلوك النبي كان ايه؟ تصرفات النبي مع الناس كانت ايه؟ بينه وبين نفسه ايه؟ بينه وبين ربه ايه؟ هي ده حسن الخلق في كل جوانب الحياة صلى الله عليه وسلم. لخصوا حسن الخلق في ايه؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هو ده حسن الخلق، ان تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. لو تحققت بالثلاثه دول يبقى ده حسن الخلق. تعطي من حرمك، واحد حرمك وانت تحسن اليه وتديله، وتعفو عن من ظلمك وبيقطعك تصله. يا سلام، جرب انت الحكايه دي تلاقي على طول تتحقق بقى بالحقيقة المحمدية في قلبك. تلاقي النبي ما يغيبش عنك لحظة، لو نمت تشوفه ولو مشيت تشوفه، لأنك خلاص بقى جواك، بقى في سرك، بقى في روحك، بقى في سلوكك، بقيت خلاص محمدي. فهمت ازاي؟ هي دي الخلافة المحمدية، هي دي الإنسان الكامل، هو ده. لأن انت عايز تعمل كده مع ربك، انت عايز ربك يعمل كده معاك، مش كده؟ ربك عايزه يعفو عنك وانت ظالم، مش كده برضه؟ وربنا عايز يعفيك وانت بخيل، وربنا عايزه يوصلك وانت قطعه، مش كده برضه؟ طب اعمل كده مع خلق الله، ربك يعاملك بالمثل.
الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، هتعفو عن الناس ربك يعفو عنك، تعطي من ظلمك واخد بالك، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مع ظلمك لنفسك. هي المسألة كده، فجماع الخلق الحسن كله في الثلاث حقائق دول، لأنه ده موضوع شائك ممكن نقعد سنوات على ما نجمعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل اختصر له الحقائق اختصارا، واختصر له الحكمة اختصارا صلى الله عليه وسلم. أن تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. يلا راجع حياتك كلها بقى واطلع من هنا، صلح نفسك، شوف مين ظلمك واعفو عنه، اتنزل عن القضية، اطلع من هنا اتنزل عن القضية، اعمل صلح. مش عايز يا عم الخمسين ألف جنيه ولا المية ألف جنيه ولا المصر، خلاص متشكرين اهو، محضر صلح مع السلامة. شوف مين قرايبك قاطعينك وانت قاطعهم، روح صالح. شوف مين كان حرمك وانت كنت محتاج، وانت دلوقتي ربنا موسع عليك وهو محتاج، وروح الدين، ما تستناش يطلب منك، هو مش هيطلب منك لانه فاكر لما حرمك، فمش هيجي يطلب منك، لانه هيعرف لو طلب منك هتعامله بالمثل، لانه فاكرك امعة، فاكرك امعة. لكن اثبت له انك مش امعة بقى، انك راضي، انك انت لا تعامل الناس السيئة بالسيئة، لا، لكن تدفع السيئة بالحسن تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. مش ده ديننا؟ ولا سهلة قوي حكاية السواك السنة وربي داني وبعد كده اقعد اعك في الناس، والبس طرحة اذا كانت ست، وتلبس نقاب اذا كانت بنت، وخلاص يبقى هو كل الدين كده. لها الدين المعاملة، الدين المعاملة دي اصعب حاجة، مش كم متر قماش وكم سنتيمتر شعر، مش هي كده. وسئل الجنيد عن الفتوة فقال ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا، يعني لا تنافس فقير للحصول على دنيا ولا تنافس غني للحصول على غنى. يعني معناه ايه؟ الزهد في الدنيا، معناه ما تاخدش من الدنيا الا احتياجاتك وخلاص، ومع السلامة متشكرين كده كفاية. وقال نصر بذي المروءة شعبة من الفتوة، وهو الاعراض عن الكونين والانف منهم. شوف الاعراض عن الكونين، عن الدنيا والاخرة، ليه؟ بالاقبال على الله، يعني حتى مش بيعبد من اجل اخرة، لا ده بيعبد من اجل الله، لا عايز دنيا ولا عايز اخرة، انا عايز ربنا، وان الى ربك المنتهي. ده معنى عالي تاني، اعلى تاني. انا بقول لك سيب ايراد ارض مش عايز، وانا بقول لك سيب الكونين، وانت لسه مش عايز تسيب ايراد ارض عشان تعرف انت فين وهم فين، فهمت المسألة؟ وقد يكون مش ايراد ارض، قد يكون جلابية، قد يكون بنطلون اتخانقت مع اخوك الصبح علشان انت تلبسه وهو عايز يلبسه عشان هو جديد، تقول له لا بتاعي، حاجة غريبة اوي، يسيل الدهون ما يجراش حاجة. يبقى درجات، واحد يقول لك سيب اللي قدامك، والتاني يقول لك لا ده انت طالع انا اللي قدامك واللي وراك كمان، دنيا والاخره. وقال محمد بن علي الترمذي الفتوة ان يستوي عندك المقيم والطارئ. يا سلام، عارف انت بقى لما بتطعم بتطعم لله، فعندك انت الضيف من حقه انك تكرمه 3 ايام، بعد 3 ايام بقى تسأل مراتك هو هيمشي امتى الجناح ده؟ نقعد ناكله امتى؟ مش كفايه عليه 3 ايام بقى؟ يبقى انت في الاول 3 ايام طارئ عليك، فبتديله بتكرمه على امل انه هيمشي، مش هيدوم معانا، وبعدين هو ضلك في الخط ومش عايز يتحرك، تقوم تبتدي بقى مقيم، بقى مقيم خلاص، تقوم موجك، فهمت ازاي؟ تقوم تبتدي بقى تقول لمراتك الله انت كنت بتقدمي له كل يوم طبيخ طازه، طب ادي له البيت من الثلاجه بقى، كنت بتدي له العيش السليم، طب ادي له يوم مكسر، كنا بنقدم له 3 وجبات كفايه عليه مرتين، كنا بندي له شاي بعد كل وجبه، طب المره دي هندي له شاي بس بعد الغداء بس كفايه عليه، مش مهم بقى بالليل. يبتدي يقلل بقى، يبتدي يقلل الاكرام لانه بقى مقيم. لكن الفتوة بقى ان المقيم كالطارئ عندك في الاكرام، افهم المعنى، لانك بتطعم لله مش للانسان، وطالما الله باقي لا يزول يبقى خلاص بقى عند المقيم والطارئ سواء. لكن الشرع الشريف نظر الى ضعفك وبخلك،
فكلفك بالضيافة 3 أيام بس في الشرع، كلفك بالضيافة 3 أيام نظرا لأضعف الناس لأن يؤاخذك بالقوة، الشرع كده ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الصوفية أخذوا بالقوة بالعزيمة، فهم؟ يبقى الشرع كان تكليفه بالتيسير والرحمة، قال لك اكرم الضيف 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص كفاية عليه كده، لو أكرمته تاني ما قالكش ما تكرموش، لكن هو قال كفاية عليه كده يعني هو يمشي بقى، لكن افرض ما مشيش يبقى برضه استمر في إكرامه بقى تلطفا، واستمر في إكرامه تعطفا، واستمر في إكرامه لوجه الله، يبقى بعد 3 أيام فتوة، وقبل 3 أيام شريعة، واضح؟ الفتوة أن يستوي عندك المقيم والطارئ. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت علي بن عمر الحافظ يقول، سمعت أبا سهل بن زياد يقول، سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول، سمعت سئل أبي اللي هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما الفتوة؟ فقال ترك ما تهوى لما تخشى. تعريف تاني جميل اهو، كل واحد بيشرح الفتوة على حسب مشربه حسب فهمه ليه. ترك ما تهوى لما تخشى، يعني ترك ما تهوى النفوس من الغفلات لما تخشى العقول من عواقب الأمور، مش كده برضو؟ وقيل لبعضهم ما الفتوة؟ فقال ألا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر، ملوش دعوة مين بيأكل المهم يأكل، يعني دي معاملة الرب بقى للعباد، يعني كأنك عايز تتعالى تعامل الناس زي ما رب العالمين بيعملوا. هي الأرض ما بتزرعش في بلاد الكفار؟ بتزرع وبتنبت، ومين اللي بينبت؟ مش ربك؟ ومين اللي بيمطر المطر؟ مش ربك؟ ربنا بيرزق الكافر ويرزق المؤمن، يدي لكل، كله بياكل، كله في نعيم الله، كله في مدد الله، كله في ملك الله. عايش لما تبقى انت بقى في هذا الرقي بتتعامل مع الله ثم تتخلق بخلق الله، فيستوي عندك لا تميز، لا تميز بين ان ياكل عندك ولي او كافر. لا شك ان اكل الولي افضل، لكن افرض ربنا ما جابلكش ولي، جابلك كافر النهارده، اكله برضه، اكله برضه، ما بياكله سبحانه وتعالى. لكن لو اكرمك اكرام زائد جاب لك ولي، فلا شك ان الولي لما ياكل طعامك دي اكرام زائد. هنقرا دي اخر قصه في الفتوه ونقف على بقيه الباب نقراه المره الجايه ان شاء الله. سمعت بعض العلماء يقول استضاف مجوسي ابراهيم الخليل عليه السلام، يعني طلب ضيافته، يعني مجوسي يعني عبد نار، طلب انه يضيفه سيدنا ابراهيم، فقال سيدنا ابراهيم بشرط ان تسلم. فمر المجوسي فمشي، قال له انت عشان تستضيفني يعني تخليني اغير ديني؟ راح ماشي، اداله داره ومشي. فاوحى الله تعالى اليه، منذ 50 سنة نطعمه على كفره، فلو نولته لقمة من غير ان تطالبه بتغيير دينه كنت سيبه، لا اكراه في الدين. ربنا بيعامل عباده برحمة، يعني رحمة اشد من رحمة الانبياء، لانه هو اللي خلق الرحمة في قلوب الانبياء ده. وبعدين احنا رجعنا لاصل، لاصل الرحمة. فمضى ابراهيم عليه السلام على اثره حتى ادركه، سمع كده سيدنا ابراهيم ان ربنا لامه فيه، فراح جري وراه يدور عليه لحد ما لقاه قبله قدام حتى ادركه، واعتذر اليه فساله عن السبب، قال له ليه بتعتذر ليا؟ فذكر له ذلك فاسلم المجوسي. كان سبب لحسن لما عرف ان قد ايه شفقه الرب دي، استحى استحى، قال بقى ايه نقعد نار ونسيب الرب الكريم الودود ده؟ مستحيل، فاسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا وان يهدينا رشدنا. اللهم حققنا بحقائق اهل القرب واسلك بنا مسالك اهل الجزم. اللهم خلقنا باخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا سيء الاخلاق واهدنا لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس اليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واغفر عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله خيرا.